من الطبيعي أن نختلف ونعتذر ونعاتب ونجتمع ونفترق، ولكن الجميل أن نختلف بذوق ونعتذر بتواضع ونعاتب برفق ونجتمع بحب ونفترق بود. رائعة أن تستمر محبة سنين، وليس أن نمحي المحبة من أجل زلة وربما كانت من غير قصد. سنة جديدة لا ندري سنعيشها أم سنطوي فيها أعمارنا، فلنكن أجمل أرقى وأفضل من السنوات الماضية، فنحن من نتغير أما هي فتزداد أرقاما فقط. ولنحسن الظن بالله، ولنلتمس للآخرين الأعذار، ولنتجاوز عن بعض التصرفات، فجميعنا لا يعلم عن ظروف البعض ولا من يدري عن الضغوطات التي تواجههم، فنحن كالقمر له جانب مظلم أحيانا. وأهلا بعام جديد، كل عام ونحن وإياكم أتقى وأرقى وأنقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب يكون الجميع بصحة وعافية وهنا. عندي ايه؟ عندي مشروب الموكا الساخن، مشروب لذيذ، واحنا عارفين طبعا في الشتاء عايزين مشروبات سخنة تدفينا، مش هتلاقوا احلى من الموكا. دايت وكمان ما فيهوش سعرات حرارية عالية لو انت اتبعتي الخطوات الصحيحة. طيب لو انا عايزة دايت هعمل ايه؟ هعمله بدون حليب، او ممكن اعمله حليب قليل الدسم او حتى خالي الدسم، لكن انا احب اشربه من غير حليب خالص. فايدته حلوة جدا، تنفع دايت كمان صحية لو انت شربتي منها كوبايتين في اليوم، يعني حلوة جدا جدا، لان فيها قرفة، فيها نسكافيه، فيها كمان كاكاو، واحنا عارفين لكل واحد منهم فوائده عظيمة جدا. الكاكاو مفيد ولذيذ كمان. هنعمل الكاكاو اللي هو بدون سكر، ممكن احليه بالعسل لو انا عايزة تحلية، بس هو بدون سكر بيكون افضل وطعمه كمان حلو جدا. عندي ايه مقاديره؟ عندي معلقة صغيرة من النسكافيه، ومعلقة صغيرة من الكاكاو الخام، ونص معلقة من القرفة. ممكن تكتري المقادير زي ما بتحبي، بس المقادير دي مظبوطة. هحط لها ربع كوباية مية سخنة واقلبهم كويس جدا، علشان انا عايزة اعملهم بالحليب. انا هوريكم طريقة الحليب وهوريكم الطريقة التانية كمان اللي هي بدون حليب. يعني انا ممكن ازود الكوباية مية سخنة زي ما انتوا شايفين كده، انا بحبه كده من غير حليب، لكن الموكا بتتعمل بالحليب بس طعمها لذيذ. نشوف بقى بالحليب بعد ما زودته شوية مية، شايفين الخفاقة دي اللي بتخفق للبيض للكريمة للحليب، بجد يعني اختراع يجنن، حلوة جدا. شايفين؟ بس ما عليك اللي انت تضغطي عليها وهي بتخفق لك، هي لا مش بالكهرباء ولا شيء، بتشتغل بالايد بس. بجد عجبتني، لذيذة جدا وسهلة. شايفين الرغوة قد ايه؟ يعني ممكن نعمل كابتشينو، ممكن نعمل بيها حاجات كتيرة جدا. انا عجبتني صراحة، سهلة وبسيطة وثمنها رخيص كمان، مش غالية. يعني شايفين عملتلي رغوة للحليب قد ايه؟ هتفضلي تعملي فيها كده تخفقي الحليب لحد لما يتكون معاكي رغوة. لو انت ما عندكيش الخفاقة دي او اي واحدة ممكن تضربيه عادي في الخلاط. وانزل بقى على ايه؟ على معلقة النسكافيه، معلقة الكاكاو، ونص معلقة القرفة. بجد المشروب ده خطير. شايفين الرغوة ازاي؟ ممكن تحلوه بالسكر او ممكن تحلوه بالعسل، او ممكن كمان تشربوه كده بدون سكر والعسل. انا بحب اشربه كده. ولو عايزة نتيجة طبعا اكتر ان هي تخليه دايت، خلاص ممكن بلاش الحليب، هتحطي معلقة نسكافيه، معلقة كاكاو خام بدون سكر، معلقة ونص معلقة من القرفة، نص معلقة من القرفة. بجد طعمه خطير، لو يتشرب مرتين في اليوم، لو نشربه مرتين في اليوم هيبقى جدا جدا صحي ومفيد. واحنا عارفين القرفة حارقة للدهون، وان شاء الله هقول لكم على فوائده. بس بجد جربوه، فعلا فعلا مشروب لذيذ، بيدفي وحارق للدهون. هزينه بس برشة من الكاكاو او ممكن رشة من النسكافيه، تدي شكل للرغوة، بجد بجد يجنن.
طيب لو أنا عايزة أحتفظ عندي بيه في البيت هعمله إزاي؟ عايزة أعمل كمية من الموكا وأخليها عندي، ضيوف جد أو أنا عايزة أعمل منها، هتبقى لذيذة جدا وجاهزة معاكي في أي وقت، بدل ما احنا بنشتريها من برة بتكون غالية جدا وهي مقاديرها عندنا في البيت. عندي إيه؟ هعمل إيه؟ عندي هاخد معلقتين من النسكافيه اللي هي الحبوب مش المطحون جامد، وهاخد كمان معلقتين من الكاكاو البودر اللي هو الخام اللي قلتلكم بدون سكر، وهاخد كمان معلقة صغيرة من القرفة، ممكن تكتري القرفة زي ما بتحبي، ممكن كمان نحط معاها جنزبيل بودرة للي بيحب يعني طعمه، بس بجد طعمه بيكون خطير. وهحط كمان معاها معلقتين من الحليب البودرة، ممكن تجيبيه خالي الدسم، الحليب البودرة بيدي لها طعم لذيذ جدا، وكمان ما فيه سعرات حرارية لو احنا جبناه خالي الدسم، بل بالعكس الحليب مفيد. هحط كله ده اللي انا قلت عليه، هنحطه في برطمان، في علبة، اي شيء ممكن انت تحتفظي بيه. احط كل المكونات واقلبه كويس جدا على بعضيه علشان يختلط كله مع بعضيه، يتخلط ويتشال زي ما انتوا شايفينه كده. نقفله بقى كويس جدا، اروح قفلاه بالغطا بتاعه. واحفظه فين؟ احفظه عندي عادي، احنا عارفين ان دلوقتي الجو برد يعني مش هيحصل له اي شيء، اغطيه واحفظه. ولما كنا انا عايزه ممكن اسخن الحليب، او ممكن اعمله بدون حليب، اسخنه بس بالميه واخد معلقه مليانه منه واحطها وادوبها كويس. لو تحبوا تحطوا عليها عسل، لو تحبوا تحلوها بالسكر، بس طبعا لو للدايت مش هنستخدم طبعا سكر خالص، ممكن عسل يعني، بس طبعا مش كتير. وبتحتفظي بيه، بتطلعيه بقى في اي وقت، بتعملي بيه احلى كوباية موكا او احلى فنجان موكا هتشربوه. بجد طريقة سهلة وبسيطة والطعم ايه؟ خطير. جربوه وقولوا لي ايه رأيكم ان شاء الله، وخاصة كمان ان هو مفيد، خصوصا لو شربنا القرفة لوحديها قبل النوم. يعني قبل النوم بتنظم سكر الدم، في ابحاث اظهرت ان القرفة قبل النوم لو انت اخدتيها بانتظام بيؤدي لانخفاض مستوى السكر في الدم، كمان فقدان الوزن للي بيحبوا ان هم ينزلوا من وزنهم او يخففوا من وزنهم، لان القرفة حارقة للدهون، بتساعد الجسم على ان هي تخزن كمية اقل من الدهون بشكل اساسي، طبعا من خلال تقليل كمية الانسولين. سبحان الله، كمان في شاي القرفة، لما بنحط الشاي مع القرفة برضو بيساعد على فقدان الوزن، بيساعد على فقدان الوزن، كمان بيخفض مستوى الكوليسترول، بيكون يعني طبعا الدهون لو انت واكله حاجة دسمة يقول لك اشربي بعديها فنجان قرفة، علشان القرفة بتعمل ايه؟ بتعمل على تخفيض مستوى الكوليسترول. كمان بتعزز نظام المناعة، يكون في عندك مناعة، احنا عارفين الايام دي مع الاكل السريع ومع الوجبات السريعة ما فيش عندنا مناعة كتير للامراض، اول لما بتجيلك برد او نزلات البرد والحاجات دي على طول بناخدها، فالقرفة دي حلوة جدا جدا، بتساعد على ارتفاع المناعة، منع الامراض كمان المزمنة، عارفين احنا مع البرد ومع الانفلونزا والحاجات دي حلوة جدا جدا القرفة. كمان بتحسن الهضم، الجهاز الهضمي طبعا، القولون، فحلوة جدا جدا القرفة. كمان بتقلل من الالتهابات، من الفوائد شرب القرفة قبل النوم او شراب القرفة، ممكن تحطي اعواد القرفة دي، انا حاطة قرفة مطحونة، لو عندك اعواد القرفة ممكن تحطيها، فبتقلل طبعا من الالتهابات، من الكحة، من التهيج على الجلد او التهاب في الحلق، يعني فعلا فعلا مفيدة جدا. كمان الكاكاو مهم جدا لصحة الإنسان، هو بيعمل على انتظام حركة الأمعاء، تنظيم عمل القلب والأوعية الدموية، كمان بيعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، بس طبعا ما نفرطش منه، يعني لا نتناول كمية كبيرة من الكاكاو الخام ولا كمية كبيرة من القرفة، الاعتدال أفضل شيء. الكاكاو كمان بيحتوي على الألياف الغذائية اللي بتساعد على التحسين من الجهاز الهضمي، وليه فوائد كتيرة جدا جدا،
انتظام حركة الأمعاء، يعمل على تنظيم عمل القلب والأوعية الدموية، كمان يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، علشان نفس نبات الكاكاو بيحتوي على الألياف الغذائية اللي بتساعدنا على أداء الجهاز الهضمي. أهم حاجة إن إحنا إيه ما نزودش فيها زي ما بنقول، يعني ما نشربهوش عمال على بطال، يعني كوبايتين بس في اليوم كفاية جدا، هيساعدك على الحرق ومفيد ولذيذ، كمان مشروب لذيذ جدا لو استخدمتيه بدون سكر، بدون عسل كمان وبدون حليب، لكن لو بتحب تضيف الحليب فهو مشروب جميل جدا مغذي ولذيذ. جربوه على طريقتي، إن شاء الله إن شاء الله هيعجبكم. إذا عجبكم الفيديو متنسوش لايك، اشتراك في القناة، تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل فيديو جديد. بحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.